الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، قال والطواف البيت والأركان كما قلنا، ما الفرق بين الركن والواجب يا أحمد؟ سيدي، الواجب يجبر، الركن أول من الفروق، أول فرق أن الواجب يجبر. ماشي. بشوكها. نعم، بشوكها، بشوكها كأنها التين، صح؟ قل له الشوك هو اللي باقي لنا، ليس العمل. جيد. أقول والطواف، الفرق بين الطواف والركن أن كما قال أحمد، الركن يفسد الحج بدونه، بخلله يبطل الحج، لا يجزي. ورجع الآن، والواجب يجبر بدم، والواجب يجبر بدم. الطواف من الأركان، الطواف البيت هو طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يعني ركن من أركان الحج بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وبإجماع المفسرين أن المقصود به هنا طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، ويؤكد ذلك حديث صفية رضي الله عنها أرضاها عندما قالوا له حاضت، قال حابستنا هي، قالوا إنها أفاضت، يعني طاف الإفاضة، ما يبقى لا طاف الوداع، فقال لها إذن فلتنفر، أو قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن. نعم، وهذا الطواف طواف ركن لا يصح الحج بدونه، وله واجبات، ومن أعظم واجبات هذا الركن الطهارة. عندنا في المذهب الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثياب والمكان، فلو أحدث أثناء، والدلالة على ذلك هو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الوضوء للطواف، الوضوء للطواف، كان يذهب أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ من أجل أن يتهيأ للطواف، والطواف لا يصح بغير طهارة، لا سيما الحديث الموقوف وجاء مرفوعا بأن الطواف بالبيت صلاة، لكن الله أباح فيه الكلام. وأنيس أيضا أجاب، أنيس لا تتغيب أنيس، نفتقده كثيرا رضي الله عنك. نعم، فالطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثياب والمكان واجب من واجبات الطواف، واجب من واجبات الطواف. فإذا انتقد وضوءه حين الطواف، فالعلماء يقولون وجوبا لابد أن يذهب فيتطهر، لأن الطواف لا يصح إلا بطهارة، هو صلاة، لا، ولكن أباح الله في الكلام. هنا الكلام في هذا الباب، أبو آيات قال أنا أجبت، عيوني لك أبو آيات، كم لك من موقع في قلبي، وأعتزل أنني لم أرى. قال ولازمه الوضوء، لكن المسألة لازمه الوضوء أمر منتهي، لكن المسألة هنا هل يبني على ما مضى؟ يعني هو انتقد وضوء في الطواف في الشوط الرابع، هل يذهب فيتوضأ ويرجع إلى الشوط الرابع ثم يبني على ما مضى؟ أم يكون الأمر قد انتقد بانتقاد الوضوء، فقد نقض ما فعل قبل، فيستأنف يبدأ من جديد. في المذهب وجهان، الأول أنه وهو الصحيح وهو المعتمد أنه يبني على ما مضى، أنه يبني على ما مضى، وقيل يجب الاستئناف، وقيل يجب الاستئناف. قوله يجب الاستئناف هذا أمر مبني على من انتقد وضوءه في الصلاة، هل يبني أم يستأنف؟ الترجيح في المعتمد المذهب أنه يستأنف، إذن الطواف صلاة، لكنهم خففوا الأمر، والمعتمد المذهب أنه يبني، وهذا الصحيح، وإلا يكون هذا مخالف لمقاصد الشريعة، لأنه ما قد مضى قد مضى. لما ما الفرق بين الطواف وبين الصلاة؟ تعرفون ما الفرق؟ هناك فارق جعل البناء هو الأصح، والفارق في الصلاة جعل الاستئناف هو الأصح. وش الفارق؟ سأتعب كثيرا حتى أجد الإجابة، أظن ذلك. المشقة سيدة؟ ما المشقة؟ هذا من المقصد، نعم، أنا أريد الفارق الآن. ما رأيت قط الندى وإجابتها الكثيرة، وهذا تقصير في حقها، لأنها أصلا لها مجهود، يعني يعلم الله بهذا المجهود الذي تقوم به وهي خلف الستار، وأنا أشهد الله أنها من أكثر الناس اجتهادا وعملا، يعني للسنة والسنة والعقيدة الصحيحة، وهي أصلا ما شاء الله أتاه الله متانة وإتقان في العقيدة وفي التأصيل وفي القواعد، جزاه الله خير، وأيضا جهاد في نفس المضمار في هذا الباب، والله الحمد والمنة عندنا ما نتشرف به في كل موضع وفي كل مكان. نعم، حتى إجابته قال فكيف بنا في هذا الزمان الذي نحن فيه، جزاه الله خير. قال إباحة الكلام من الفوارق، هو الآن قد نقول ليس فارقا، لأنه ليس فارقا خفيا، لأنه قال به تصريحا، أريد الإجابة سريعا. طيب أقول فارق ولا ما زلت أنتظر؟
فوارق واضحة تجعل هذا الفارق مؤثرا في الحكم. شاهد قال العبادة أن الصلاة عبادة متصلة والطواف كل شوط منفصل. الحمد لله قلته. أنا سأمشي، أنا سأسيب الكرسي لك، لك وله، أنتم أحق به. يلا. إذا اتفق أحمد وشهاد صراحة، أحمد قال بها تصريحا وشهاد أتى بها معنا، الصلاة عبادة متصلة والطواف كل شوط. لكن هناك فرقا، احمد غشها، شهاده لم يغشها ولا نظن بذلك. لا ما اريد ان اقول ان احمد لص خفي كلص بغداد، لكنه رجل يوضع فوق الراس. انه احبك في الله يا احمد، جزاك الله خير. حقيقه الامر مساله الفرق الواضح في هذا الباب الموالاه، وانشات مشقه، فلذلك البنى في ذلك هو الصحيح دون الاستئناف. ومن ذلك أيضا من الواجبات في الطواف الترتيب، أن يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود، ويجعل البيت على يساري. كل ده مصور، إحنا لما شرحناه في المغني كان مصورا، فأرجو أن يعني أن حتى نحن مقبلون على الحج، الله يرزق من يرزقه الحج، والله يكتبنا مع الحجيج حتى وإن منعنا، فنحن يعني ما لنا إلا الله جل وعلا أن نكون نكتب مع هؤلاء الأفاضل الأماجد، وهو مصور، فالمفروض نشره الآن بين الناس ليستفيدوا من ذلك. يبقى إذن الترتيب يبدأ من الحجر إلى الحجر الأسود، ويجعل البيت على يساره. نعم. ثم ينوي بعد ذلك الطواف، أصلا نية الحج الأصلية تغني. نعم. وهذا على الصحيح المعتمد في المذهب لشمول الحج له. فلو حاد الحجر ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جانب الباب إلى الجاب، فالجديد أنه لا يعتد بتلك الطوفة. أنا أقول لك لابد أن يكون عن يساره، وهو عن يساره واقف أمام الحجر عن يساره، ويبدأ لو بصدره قبل يعني أقبل بصدره على الحجر ودعا ثم مشى، هذه الطوفة لا تصح، لأن في جزء منها لم يكن من الطواف الصحيح، وأن البيت يكون عن يساره. حتى الشاذروان الذي يعني يمشون عليه لأسر الحجر الأسود، هذا من الكعبة أصلا، فلو طاف عليه لا يصح. وأيضا كما قال، وعندنا وجهان في المذهب مسألة هل يترك، هل لابد أن يكون طائفا من الخارج بسبعة أذرع من الحجر أم بكل الحجر؟ وطبعا الرافع قال كما قال السلام في سبعة أذرع، يبقى سبعة أذرع فقط. إنه قال لا يكون، هنا شوف باب الزرايع هنا الكلام دوت، أو باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب فيطوف بكلية الحجر، كلية الحجر يطوف من خلفه يعني بعده برا يعني، ثم يطوف إلى البيت حتى تكون طوفة صحيحة أو شوط صحيح. نعم. والمسألة هنا الدليل فيها كلها واضح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، ومنها أن يقع الطواف في المسجد، وهذا ولذلك قالوا ولو في الأروقة ويعني أو في المسجد وصفوف الصلاة قطعتها يصح. الخلاف في الفوق الطبقات العليا، الدور الأول الثاني، هل الطواف صحيح ولا لا، هذا خلاف أيضا عنا حتى عند المعاصرين هل يصح أم لا. وصحيح الراجح أن القاعدة أن الهواء متصل بالقاع. نعم. فيكون الهواء تابع للقاعدة، تابع للقرار، الهواء تابع للقرار، فيكون الطواف لأنه ذلك هم افترضوا أن يطوف بطائرة حول الكعبة يصح أم لا، كما الذي يطوف راكبا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ركب الجمل وطاف على الجمل، أم سلمة طافت راكبة، كل ذلك قياس ينظر فيه. لكن هل هنا المسألة كلها واقفة على هذه القاعدة، الهواء تابع للقرار، فيصح على الصحيح هذا الطواف. وأن يقع، لأن العلماء قالوا وجوبا لابد أن يقع على إيش، يقع في المسجد، أن الطواف لا يكون طوافا إلا أن يقع في المسجد، ولا يدور الحائل بين الطائف والبيت كالسقاية. ومنها أيضا من الواجبات العدد، لابد من سبعة أشواط، وإن كان الحنفية يقولون بأربعة تكفي على الغالب، وهذا لا يصح عندنا، لو ترك شوطا واحدا لا يصح أن يطوف سبعا، ولا تجب الموالاة على الصحيح، لا تجب الموالاة، وهذه الفارق الذي بينا، يعني يمكن أربعة أشواط ويرتاح ساعة ساعتين ثم يأتي إلى 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 باقي الأشواط، نعم له ذلك، بل ولو لثاني لو 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 لليوم التالي،
يعني طاف أربعة أشواط فتعب فنام في البيت فأخذته النومة، فذهب اليوم التالي نقول يبني على ما مضى ثلاث أشواط حتى يعني يصح. فأقول أن الترتيب المؤلات ليست واجبة، ليست واجبة على الصحيح. وقيل في المذهب تبطل تجب فيبطل التفريق الكثير بالعذر، وهذا خطأ بين. الصحيح أن طواف الموالات فيه ليس شرطا، وعلى الصحيح لا يضر ويبني على طوافه. ومن أركان الحج السعي لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، السعي خلف الطواف، والسعي هذا يشترط فيه حتى يكون في ذلك يكون سعيا صحيحا. يشكل علي معنى الاستئناف شيخنا، أليس السين والتاء للطلب فكيف الإعادة؟ أليس الأدق لغة أن يقال الاستئناف والبناء وأطلق على الأخرى الإعادة؟ هذه دقيقة لغوية، المفروض أحمد يتكلم في هذا. حقيقة الأمر ما معنى الاستئناف؟ يعني الأمر أنف الآن، فهنا السين والتاء يعني يطلب البدا الآن ولا يقال على البناء، فهي صحيحة أصلا. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب أن العدد والموالات ليست شرطا على الصحيح، وإن كان في المذهب وجه أنه يبطل بالتفريق وهو ليس بصحيح. وصح أنه لا يضر ويبني على طوافه. ومن أركان الحج أيضا التي ذكرها المصنف هنا السعي، والسعي كما قلنا أصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، وأيضا قوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت لا يصح حج امرئ بدون سعي، أو كما قالت رضي الله عنها أرضاه، ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة فكان ركنا كالطواف، واشترط وقوعه بعد طواف صحيح. يعني السعي لا يكون منفردا، السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح. لكن قالوا لو كان عليه السعي سعي الحج عليه أن يأتي بطواف أولا ثم يأتي بالسعي، فالسعي لا يصح إلا بعد طواف، ويكون الطواف طوافا صحيحا. لذلك قلنا بأنه لو سعى بعد طواف القدوم يعني يكون قارنا مثلا أو يكون منفردا، فسعى بعد طواف القدوم يصح سعي هذا ويسقط عنه يوم النحر، يسقط عنه يوم النحر. أبا الوليد كيف أنت وأنت فوق الرأس تاج الرأس أنت؟ نعم. واشترط وقوعه بعد طواف صحيح، سواء كان الطواف طواف الإفاضة أو طواف القدوم، كما قلنا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طاف طواف القدوم بأبي هو وأمي، طاف طواف القدوم ثم سعى بعده وسقط السعي يوم النحر، أو طاف طواف الإفاضة فيكون بعده، نعم بعده طواف يكون بعد طواف الإفاضة يكون السعي. ولا يقال بأنه من طاف طواف القدوم ثم سعى بعده أنه يكرر السعي مرة ثانية في طواف يوم النحر. قد قال بعض العلماء خلاف الأولى أنه أن الإعادة خلاف الأولى، والصحيح أنها تكره والآن سلم ما يفعل وقال خذوا عني مناسككم. ويشترط فيه انظر للسعي يا أحمد، ويشترط فيه الترتيب أن يبدأ بالصفا وينتهي إلى المروة سبعة أشواط، خلافا لابن حزم يقول ذهابا وإيابا شوط واحد، من الصفا إلى المروة شوط، من المروة للصفا شوطان، إلى أن يصل الشوط السابع ما ابتدأ بالصفا ينتهيه إلى المروة. نعم، في كل طوفة مرة، والشوط الثانية أن يبدأ بالمروة فإذا وصل الصفا كانت مرة. ولا يشترط في السعي الطهارة، ولا يشترط يعني المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت لها أن تسعى بحيضها ولا يكون، لكن طبعا الآن سيصعب لأنه داخل المسجد، والأول كانت سعي خارج المسجد، والمسعى الآخر قد يكون له باب من الخارج فتستطيع أن تطوف ولو كانت حائضا. ولا يشترط فيه الطهارة، ولا يشترط فيه ستر العورة، حتى سائر شروط الصلاة لا تشترط فيه. ويجوز أيضا راكبا، والأفضل المشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، ولا بد له من العدد الترتيب سبعا، ولذلك طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وقال خذوا عني مناسككم، ولا يغتفر، لابد أن يأتي بالسبعة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شك طاف ستا أم سبعة يقول ست، يعني لأنه يبني على اليقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال فليبني على ما استيقن وهو الأقل. وأما الحلق والتقصير لم يتكلم عنه المصنف، وقد عده بعضهم ركنا، وهو على المذهب المعتمد في الحج أنه ركن، وأدعى الإمام على الاتفاق على أنه ركن، وليس كما قال المسألة فيها خلاف.
يعني بعضهم يقول نسك نعم لكن ما جعله ركنا نعم. وبعضهم قال ترتيب معظم الأركان هذا أيضا ركن. والصحيح أيضا في هذا الباب أنه يأتي على ما كان في يوم النحر في عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد انتهى فضل جل في علاه أركان الحج. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الواجبات. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.